تمام، شوفي شوفي يا صاحبي، تقريبا من أسبوعين برنامج جديد إلى المعالجة الضغط المحدي وقوة المساعدة الداخلية الموجودة في الفراغ على أبناء الكلاب المدربة. هنا هو كيسك أحياء ضبط 2000 بركان على جريمة الشمعة اللي شفت كان متعددة للقاء واحد الراعي ديال الغنم هنا في الوقت كما كتشوفوا هنا في المعالجة الضغط المحدي باقية خدامية. شكرا هي اللي هذيك هذيك باش نوض هي راني كحوم ساكنة في الدوش نتبيع الكلاب مضربة بطبيعة الحال في جدارة الملكة الثانية بجودات جبارة نحييوهم. السلطة المحلية حاضرة قوة مساعدة وخير المدنية بطبيعة الحال كما كتشوفو في أي مكان. السلطة الأمنية كيحاولو أنهم ياخدو يعني العينات من هنا في أي مكان، وإن شاء الله عما قريب غادي يقدرو يقضو على جميع العمليات كاملة في حنكة الاحترافية تاع رجال الدارة الملكية بطبيعة الحال. يعودون دائما حل ألغاز مجموعة من الجرائم. ما راهش شي حاجة يمكن ياك يا ابني شكون بوس ماشي انا ما مشاوش بلاصة شوفوا رجال الطرف الملكي داخلين كيقلبوا عين المكان بطبيعة الحال. أيوه هذه سيارة الإسعاف اللي غادي تاخذ بقايا ديال الجثة اللي لقاوها هنايا. بصراحة واحد الرائحة لا تطاق. أيوه جثة متحللة. تحية لرجال السلطة بطبيعة الحال اللي كاينين في الدائرة هذه وكاع الناس اللي واقفين هنايا بطبيعة الحال. كما كتشوفوا الناس دايرين كمامات يعني بسبب صعيبه القضيه بزاف. صافي الله صافي صافي نتمنى انه تبارطاجيو هذا المباشر بطبيعة الحال. كتشوفوا يعني رجال الدرك الفوق قوات مساعدة كاينين هنا لتحت هم كيقلبوا في الجهة الأخرى مشاو.
باقي عناصر أخرى من الدرك الملكي فهي متواجدة هنا طبيعة الحال. هنا باقي نهاية فيه. رجال الوقاية المدنية رجال الدرك الملكي كلهم هنايا.